تحية لكل اللي بيتابعوا موقع الفن، منقدم لكم حلقة جديدة من توب 10 الفن يلي عم تشهد الأسبوع دخول أغاني جديدة على المنافسة وتفاوت بنسب الاستماع على يوتيوب واللايف ستريمينج والتطبيقات الموسيقية والطلب على الإذاعات والتلفزيون. بداية بالمرتبة العاشرة نيو انتري غنية مايا دياب نهارنا وردي اللي أطلقتها ببرنامج ضحك ولعب وجد على شاشة الـ MTV وغنتها مباشرة مع الفرقة الموسيقية، وكانت لافتة إطلالتها بفستان اللون الوردي. وهدية مايا هالغنية لكل محبينا ومتابعينا لتزرع بقلوبهم شوية أمل بظل هالظروف. نهارنا نهارنا وردي، لا 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 يا ناس معدي، عايزين ناخد وندي. بالمرتبة التاسعة بتتقدم غنية الفنان المغربي شوقي جاوبني لله مرتبة واحدة هالجمعة بعد ما دخلت الأسبوع الماضي على المرتبة العاشرة. وتميزت هالغنية بكليب خيالي بيحكي عن قصة طبيب متوفي بيرجع عالحياة ليخلص زوجته من شخص عاطل عم بيتقرب منه، وصور شوقي الكليب مع المخرج حمزة اليملاحي. لو قلت لي يا إجابة وهاش اللي بينك الحب ولا غيرك دور. بالمرتبة الثامنة نيو انتري غنية كارول سماحة بون فواياج بعد اسبوع بس من اطلاق الفيديو كليب على يوتيوب من اخراج بتول عرفة وبمشاركة الممثل ومقدم البرامج باسل الزارو. وظهرت كارول بلوكات مختلفة بقصة جديدة جذبت انظار المتابعين خصوصا بنهاية الكليب بعد ما عرفت كارول بحقيقة البنت اللي مع باسل بان اخته مش عم بيخونها مع بنت تانية. ما تقلي وتعدلي ناوي تبعد وتسافر. بالمرتبة السابعة بتتقدم غنية ناجي القسطى أقرب شخص مرتبتين هالجمعة بعد ما دخلت الأسبوع الماضي على المرتبة التاسعة. وتميزت هالغنية بكلماتها القوية وفكرة الكليب من إخراج سعيد المروق، وحافظ ناجي على نوعية الأداء اللي عودنا عليه بالكليبات. الخنجر بظهرك شك، انت ما رح تلام. وبتتعادل غنية ناجي قسطى مع غنية جوزيف عطية خط أحمر اللي بتقدم هالجمعة مرتبة واحدة بعد ما كانت بالمرتبة الثامنة الجمعة الماضية. وقدر جوزيف يحصد نجاح كبير بهالغنية اللي بيأدي فيها اللون العراقي لأول مرة. كل شي عادي إلا البعد، عندي خط أحمر. بالمرتبة السادسة بتتقدم غنية الحساس لحسين الجسمي مرتبة واحدة هالجمعة بعد ما دخلت الأسبوع الماضي على المرتبة السابعة. الجسمي قدر بكلمات الغنية ينقلنا حواره مع قلبه بعد فراق الحبيب، وتميز بإحساسه العالي وصوته الرومانسي. في حب يمحي حب وفي ناس تمحي ناس. بالمرتبة الخامسة بتتقدم غنية أدهم نابلسي هذه أنتي وهذا أنا مرتبة واحدة هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة السادسة الأسبوع الماضي. أدهم عودنا دايما على اختياراته المميزة واللي دايما بتحقق النجاح رغم كل الظروف، خصوصا أنه أدهم بيتمتع بقدرات صوتية عالية جدا وقدر من خلال هالغنية عيشنا حالة من الحب والرومانسية. ونبدأ عمر جديد وننسى كل اللي راح. وبتتعادل غنية أدهم مع غنية سيف نبيل غصباً اللي بتتراجع مرتبتين هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة الثالثة الجمعة الماضية بتعادل مع غنية محمد رمضان كورونا فيروس. وجودك يمي يعني راح تبان. بالمرتبة الرابعة بتتقدم غنية حسن شكوش وعمر كمال شوكولاتة سايحة جوا كيك مرتبة واحدة هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة الخامسة الأسبوع الماضي بتعادل مع غنية إليسا قهوة الماضي، وبعدها الثنائي بحقق النجاح رغم كل الخلافات والانتقادات. في جمال الغمازتين حلاوتهم زي ده حبيتين. بالمرتبة الثالثة بتتقدم غنية داليا مبارك كده ممكن مرتبة واحدة هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة الرابعة الجمعة الماضية، وقدرت تحصد إعجاب المتابعين بفضل إحساسها العالي وأدائها المميز بهالغنية. بالمرتبة الثانية بتتقدم غنية محمد رمضان كورونا فيروس مرتبة واحدة هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة الثالثة الجمعة الماضية، وقدم محمد رمضان من خلال الكليب الإرشادات الوقائية من فيروس كورونا ومن إخراج محمد سامي. كورونا رونا 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 فيروس، خايفين عليكم اللي بيحصلوا بنشوفه، وهلا علينا مش عارفين ظروفه. وبتتعادل غنية محمد رمضان مع غنية أصالة نصري جيتني مكسور اللي بتحافظ على المركز الثاني للأسبوع الثاني على التوالي، والغنية بتأكد على حسن اختيارات أصالة للأغاني وإطلاقها بالوقت المناسب. تغيري شي عادي ما يهم
أما بالمرتبة الأولى بتتقدم غنية وائل جسار ما تغبش ثواني، مرتبة واحدة هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة الثانية الجمعة الماضية بتعادل مع غنية أصالة جيتني مكسور. وبيتفوق وائل جسار هالأسبوع بالمرتبة الأولى وبيثبت نجاحه باختيارات الأغاني وصوته المليان إحساس ورومانسية، وأيضا قدراته بالتمثيل اللي برزت ضمن أحداث الكليب واللي شاركته فيها الممثلة جويل هاني بدور زوجته المصابة بمرض السرطان، وقدروا يجسدوا سوا نموذج من الوفاء والمحبة والإخلاص. لكل قراء موقع الفن بدي لكم thank you كتير انه وصلتوا لي ما تغيبش ثواني للمرتبة الاولى، حييكم من كل قلبي، الله يقدرني ودايما اكون عند حسن ظنكم، انا بحبكم كتير، thank you موقع الفن. لهون بتكون خلصت حلقتنا من توب 10 الفن، موعدنا بيتجدد الجمعة الجاية بنفس التوقيت. صوتوا لأغنيتكم المفضلة عبر البريد الإلكتروني المذكور بأسفل الشاشة. أما لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.